راديو دبنجا يقدم صحتنا، برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها. صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها. يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، وحنقدم خلال هذه الحلقة مقابلة جريناها مع والي ولاية الجزيرة الدكتور عبد الله الكنين حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الولاية لمكافحة الانتشار الواسع لفيروس كورونا، وحنقدم أيضا إفادات لمدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم وشمال كردفان حول آخر تطورات الجائحة. أيضا حنقدم مادة علمية حول الأثر النفسي لكورونا من تقديم الدكتورة تماضر محمد الحسن اختصاصية الأمراض النفسية في المملكة المتحدة. وقبل هذا وذاك حنقدم آخر تطورات الجائحة في البلاد. الخرطوم تعلن ارتفاع متزايد للإصابات يصل إلى مرحلة الانتشار المجتمعي. الجزيرة تصدر قرارات بإغلاق أسواق المحليات وتأجيل فتح المدارس حتى 17 يناير الجاري، وتلوح بالإغلاق التام وحظر التجوال. والي غرب دارفور يعلن خلو الولاية من الإصابة بكوفيد-19، وولاية شمال دارفور تسجل 4 حالات في الموجة الثانية من كورونا من بينها حالتي وفاة. ولاية الخرطوم تعلن استئناف الدراسة في 10 يناير. وزارة الصحة الاتحادية توقف نشر التقرير اليومي للإصابات بجائحة كوفيد-19 منذ أكثر من أسبوع دون إبداء أي أسباب. والآن ننتقل إلى مقابلة أجريناها مع والي ولاية الجزيرة الدكتور عبدالله الكنين حول القرارات الأخيرة الخاصة بالحد من جائحة كورونا. توعي القرارات أنه في تزايد في حالات الإصابة، الكيرف بتاع الإصابات ارتفع عندنا، يعني كانوا 2-3-4-5 في الأسابيع الفاتت، لكن هسي بدأت 22-26-28 والكيرف ماشي متصاعد، مما اضطرانا لأنه نحن فعلا ذقنا غوص الخطر ونحاول نحاصر الجائحة دي في موجتها الثانية، والموجة الشرسة يعني نسبة الوفيات ذاتها متزايدة. طبعاً بدينا بأنه أجلنا المدارس لحد يوم 17، الأسواق ذات العمومية قفلناها، هنقفل ابتداء من يوم السبت بعد بكرة، يعني ادينا الناس اليومين ديل، وده كله على أساس أنه نحن الولاية الثانية وممكن نمشي إذا الموجة دي صاعدت، هنمشي في اتجاه أنه يعني بالتنسيق مع الولايات الحوالين نقفل الولاية، لأنها ولاية بتاعت عبور، يعني هسه في إصابات بتجينا من المرور من الوافدين علينا، وممكن نمشي في اتجاه حظر التجوال، ممكن نمشي في تشديدات أكثر من كده إذا كان يعني الكيرف ده أو البيان ده ما نزل، يعني أسي الإصابات في الموجة الثانية دي أسي فاقت 600، وهسي الليلة ما يعني مانعين حتى الاحتفالات بالكريسماس، ما تكون في ميادين عامة، ناس في الكنائس في محلات المغلقة، ومع التباعد البروتوكولات برضو شددنا عليها، الكمامات وغسل اليدين، التباعد الاجتماعي برضو، المؤسسات الحكومية والرسمية قلنا ما في دخول فيها يتم بدون كمامات،
دي كلها حاجات نحن عشان شوية نحاصر التصاعد الحاصل ده هسه في الموجة الثانية دي. قبل ما تهبش خشمك، قبل ما تهبش أنفك، قبل ما تهبش عينك، لازم تغسل إيدينك، غسل إيدينك ديما بالموية والصابون ولمدة 40 ثانية كده أنت في المضمون. قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل ايدينا، والعطسة كمان والجحة لازم جوا المنديل، اعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل، اوجح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل، نرمي المنديل في السلة ما نرجع سايف الحلة، فورا نغسل ايدينا ونوري كل اللي حوالينا، طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا، طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا، لو عيانة وعجينا واتجنب يا هالزحمة، اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن، اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير، دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا. ننتقل أيضا إلى إفادات قدمها مدير الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محجوب منوفلي حول آخر الإحصائيات والتطورات بشأن كورونا. الجائحة كورونا صراحة في الموجة الثانية والجائحة الثانية، رغم أنه نحن موضوع الجائحة الثانية دي نحن ما وصلنا لمرحلة أنه نحن نسجل زيرو حالة أو لا حالة من بداية الجائحة الأولى، لذلك هي ممكن يكون حصل انحسار في فترة من الفترات، والآن بدأت الموجة الثانية دي بانتشار سريع وبمعدل انتشار كبير جدا أعلى من الموجة الأولى، زينا وزي أي وضع في العالم الجائحة الثانية كان فيها قوة وشراسة وضراوة في الانتشار في معدل الانتشار. بالنسبة لنا حتى في الحوجة لتلقي الخدمة كان ظاهر جاب كبير بينه وبين الجائحة الأولى. نحب نتحدث عن معدل انتشار الآن على مستوى ولاية الخرطوم 19.8 لكل 10,000 مواطن، ده بالمناسبة معدل انتشار عالي جدا اللي هو ده بيسمى ما يسمى بالانتشار المجتمعي. لآخر تقرير لينا لحد يوم 28/12 نحب نتكلم عن خلال 24 ساعة سجلنا 192 حالة إصابة جديدة، وده عدد صراحة كبير، عشان كده نحن المنحنى الوبائي بتاعنا الآن بيسجل في ارتفاعات بيجي على أوقات بيحصل فيه انحسار لكن بنسبة بسيطة جدا، وتاني بيبدأ يسجل في ارتفاع. المحليات من أكبر المحليات التأثرا بالإصابة هي محلية الخرطوم، زي ما ذكرنا في كل تقاريرنا ما زالت هي اللي بتسجل أعلى معدلات إصابة. الآن الخرطوم تجاوزت حاجز 1,000 حالة مؤكدة، محلية الخرطوم 5,333 حالة مؤكدة، تراكم الحالات بولاية الخرطوم تجاوز حاجز 17,578 حالة منذ انطلاق الجائحة في 12 مارس 2020. نحن بنتكلم عن وفيات الآن بلغت في إجماليها 722 حالة وفاة مؤكدة بنسبة وفيات 4%، برضو نحن حتى الآن في نسبة بتاعت وفيات عالية نعم، لكن ما تجاوزنا فيها الحاجة الكبيرة. حالات الوفيات الجديدة خلال 24 ساعة حسب التقرير سبعة حالات، عندنا 6 حالات التعافي في خلال 24 ساعة، إجمالي التعافي عندنا 8,298 حالة. نحن شغالين على مستوى مكافحة جائحة كورونا على مستويات بتبدأ من المستوى المحلي اللي هي دي فيها الجانب بتاع مكافحة الجائحة وفيها الجانب العلاجي. في نقطة مهمة نحن ذكرنا يعني ظلينا نذكرها والآن أنا بذكرها، إنه مصارعة كورونا أو محاربة الفيروس كورونا على مستوى العلاج هو مرحلة من مراحل الفشل في إنك أنت بتحد من الانتشار. يفترض إنه كل الإمكانيات وكل المجهود يبذل في الحد من الانتشار عشان نقلل من عدد الإصابات وبالتالي نقلل من عدد الوفيات ونقلل من أعداد المحتاجة للعلاج، لأنه مرحلة العلاج في محاربة جائحة كورونا زي ما ذكرت هي مرحلة بتاعت فشل. كل الدول بتشتغل على الحاجة دي، حتى الدول اللي عندها أنظمة صحية يمكن جاهزيتها أعلى مننا بكثير خالص وأنظمة صحية مبنية عليه وبإمكانيات عالية، هذه الأنظمة تعبت جدا في معالجة الحالات، لذلك بتلقاها بتسجل أعداد بتاعت وفيات بصورة كبيرة جدا. نحن عشان نقول نغطي الحاجة دي اشتغلنا على مستوى المحليات بتوفير أتيام استجابة سريعة موفرة على مستوى 7 محليات 17 تيم بيتم توفير لهم متحركات على أتيام فيها كوادر مدربة للتعامل مع الحالات، بتتلقى البلاغات إما مباشرة عن طريق هذه الأتيام
أو عن طريق مركز الاتصال 221 اللي بدينا تشغيله وتدشينه بعد توقفه من الجائحة الأولى بقرار كان تم دمج المركزين الاتصال على الاتحادية والولائية في مركز واحد على 90-90. ونحن جينا أسسنا لمركز متكامل داخل وزارة الصحة ولاية الخرطوم بيتلقى البلاغات، واشتغلنا على أنه يكون عندنا مركز اتصال 221 يتلقى البلاغات ويتم إنزال البلاغات لأتيام الاستجابة السريعة لوصول الأشخاص على مستوى منازلهم وأخذ العينات ومتابعتهم. بعد البلاغات في أتيام الاستجابة بيتم الحالات المحجورة على مستوى المنزل بمتابعتهم على مستوى أتيام مسؤولة من المتابعة المنزلية. الآن نحن بنتكلم عن 750 في آخر تقرير، 750 شخص بيتم متابعتهم على مستوى المنازل بأتيام الاستجابة بأتيام المتابعة المنزلية، بيتم تقديم الإرشادات ومتابعته بصورة يومية باتصال هاتفي الأعراض اللي تعرض لها. وبعد ذلك أي واحد بيحتاج لتحويل لتلقي الخدمة بتقييم أطباء طب أسرة، أخصائي طب أسرة هم المسؤولين من متابعة هذه الحالات، بيتم توجيهه لأقرب مركز لتلقي العلاج. دي حالات موجبة موجودة. برضو رفعت لنا في يعني أعداد التعافي وظهور، الآن عندنا 6، قبلها كان عندنا 15 حالة بتاعة التعافي تم المدة بتاعة الحجر. الآن نحن نتكلم عن 742 حالة نشطة، اللي هي دي الناس ما تموا فترة التعافي ال 15 يوم، يتم متابعتهم عن طريق أخصائيين موجودين بصورة يومية وبصورة دقيقة. مشينا برضو على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وفرنا نقاط لأخذ العينات للحالات المشتبهة. بكرر برضو للحالات المشتبهة، الشخص اللي بيحس بأعراض بيتم تقييمه بواسطة كادر موجود على مستوى المركز الصحي، ويحدد أنه حسب نقاط معينة في الأعراض والموجودات العلاج والفحص أو التشخيص والفحص، السكور ده بيحدد عليه أنه يأخذ له عينة أو لا. دي نقاط بديناها على مستوى 7 مراكز في المحليات. واجهتنا بعض الإشكاليات في بعض المحليات، عدم قبول حتى المواطنين الموجودين. وأنا بقول والله دي رسالة من هنا أنا بوجهها لكل لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة حراس الثورة، إنه هذا الإجراء بتقدمه وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار هذه الجائحة، لأنه واحدة من وسائل الحد من الانتشار بصورة كبيرة توسيع مع مواعينك بتاعة الفحص، عشان تقدر تحدد مين الآن هو مصاب وتقدر تصل للحالات المصابة بصورة كبيرة، بتكون حديت من الانتشار. وده الهدف اللي عليه ضوء بنت سياسة إنه نحن نوسع في مواعيننا بتاعة الفحص. هتظهر لنا أرقام كبيرة زي ما ظاهرة نعم، لكن بنكون بدينا دي أولى الخطوات الصحيحة في إنه نحن نحد من انتشار جائحة كورونا، وما نصل للمرحلة بتاعة العلاج اللي نحن عندنا ممكن تكون فيها إشكالية كبيرة. أتيام المتابعة المنزلية دي وأتيام الاستجابة السريعة والنقاط الفحص الموجودة دي شغالة على مستوى مكافحة الجائحة والحد من انتشارها. برضو إداراتنا الكثيرة لتعزيز الصحة والطب الوقائي اشتغلوا على التوعية، على الإرشادات وتوصيل الرسائل للمواطنين. ودي واحدة من الحاجات الصراحة دعمنا فيها يمكن الإعلام بصورة كبيرة في الجائحة الأولى، وما زال يدعم فينا، ونحن لسه عشمانين في أنه يدعمنا أكثر في أنه رسائلنا التوعوية وإرشاداتنا والإجراءات الاحترازية دي تصل لأي مواطن بصورة كبيرة. آسف للإطالة، لكن هحاول برضو اختصر سريع على مستوى المراكز العلاجية بتاعتنا لجائحة كورونا. نحن بنتكلم عن مراكز علاج أولية ومراكز علاج ثانوية. عدد المرضى المنومين الآن عندي على مستوى هذه المراكز هم 176 مريض. هذه الأعداد طبعا ده لآخر لحظة. 176 مريض منومين على مستوى مراكز العلاج الأولية ومراكز العلاج الثانوية. عندنا إشكاليات محاولين أن نعالجها في هذه المراكز، إنه سعتنا السريرية ما عندنا فيها مشكلة، لكن عندنا مشكلة في فاعلية هذه السعة السريرية. يعني بيكون عندنا عدد أسرة، يعني مثلا مركز جبرة للعزل عدد الأسرة فيه 102 مركز، 102 سرير، وممكن يقدم خدمة ل 102 مريض، لكن فعليا الفعال العامل الآن هو أقل من 25 مريض، لأنه عندنا إشكالية كبيرة على مستوى الأكسجين، وعندنا إشكالية كانت على مستوى الكوادر. الحمد لله إشكالية الكوادر بدينا نعالج فيها،
كان في ممكن نقول متأخرات استحقاقات للكوادر العاملة من الجائحة الأولى، الحمد لله قدرنا إنه نحن غطيناها ودفعنا الاستحقاقات كاملة بدعم كبير جدا من وزارة الصحة، من حكومة ولاية الخرطوم. دفعنا كل الاستحقاقات والمديونيات للكوادر، ويمكن لحد الآن ديسمبر نحن صدقنا كل الاستحقاقات لمراكز للعاملين بمراكز العزل كخط دفاع أول في العملية العلاجية. ودي حتى اليوم كل المراكز دي هتستلم استحقاقاتها بدون تأخير. سددنا كل المديونيات عشان نغطي الجاب في عزوف الكوادر عن العمل لإشكاليات بتاعت متأخرات استحقاقاتهم. مسألة الأكسجين مع وزارة الصحة الاتحادية ومع جهات كثيرة داعمة بالنسبة لنا، قدرنا الحمد لله مثلا زي مركز جبرة وفرنا فيه تانك بسعة كبيرة بيشيل 5000 لتر أكسجين عادل 650 أسطوانة عادية لتلقي الخدمة. دي حيرفع لنا الآن في الإجراءات النهائية من تركيبه وتوصيله على الشبكة والاختبار عليه، حيرفع لنا السعة إنه نحن ممكن نشتغل على سعة 100% على مركز الجبر للعزل، وبيكون في نفس الوقت زاد لنا فاعلية السعة السريرية الموجودة عندنا. قبل ما تهبش خشمك، قبل ما تهبش أنفك، قبل ما تهبش عينك، لازم تغسل إيدينك. غسل إيدينك ديما بالموية والصابون ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون. قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا، والعطسة كمان والجحة لازم جوا المنديل. عطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل، أو جح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل. نرمي المنديل في السلة ما نرجع سايف الحلة، فورا نغسل إيدينا ونوري كل اللي حوالينا. طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا، طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا. لو عيانة وعجينا واتجنب يا الزحمة، اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن. اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير، دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا. هنقدم ايضا خلال المساحة الزمنية التالية مدير وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الدكتور بدر الدين أجبر حول آخر تطورات الإصابات في ولاية شمال كردفان. والله طبعا هي الأعداد مزايدة، الليلة بتجيل بكرة بتزيد، الليلة بتجيل بكرة بتزيد، لكن الأعداد اللي عندنا طبعا أكثر حاجة هي جاية من غرب كردفان من أسفل وجنوب كردفان. تحول هم بيجوا مرضى عاديين، يعني بيجوا مرضى عاديين وبأعراض في الجهاز التنفس وكذا، وفي النهاية بيتم الاكتشاف هنا. يعني هناك الخدمات ضعيفة جدا، يعني في غرب كردفان جنوب كردفان حتى في دارفور، يعني لا لا بتسجل برجع لها برجع لها، لازم بعد ذاك النتيجة برجع لها. لو تابعت النتائج بتاعتها بتلقى نفس الشيء. لا لا ده التقرير التراكمي ده، يعني ده ما أبديت التقرير، أبديت بيطلع يوم بيوم. بدي عشان نهاية السنة دي قلنا من بداية الجائحة الثانية السكن ويف اوف كورونا، ده السكن ويف اوف كورونا كان من يوم كده ليوم كده. قبل ما تهبش خشمك، قبل ما تهبش أنفك، قبل ما تهبش عينك، لازم تغسل إيدينك. غسل إيدينك ديما بالموية والصابون ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون. قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا، والعطسة كمان والجحة لازم جوا المنديل. عطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل، أو جح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل. نرمي المنديل في السلة ما نرجع سايف الحلة، فورا نغسل إيدينا ونوري كل اللي حوالينا. طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا، طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا. لو عيانة وعجينا واتجنب يا الزحمة، اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن. اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير، دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا. أيضا حخصص المساحة الزمنية التالية للدكتورة تماضر محمد الحسن اختصاصية الأمراض النفسية حول الأثر النفسي
الكورونا وخاصة على الأطفال؟ المؤسف والحاجة المحزنة والحاجة المخيفة إنه المرض لو أنتم ملاحظين بالنسبة للكوفيد 19 أثر على الناس على حسب أعمارهم. فبتشوفوا الأطفال لو عينتوا لشريحة الأطفال وعينتوا لشريحة السيدات وعينتوا لشريحة الرجال وعينتوا لشريحة كبار السن فبتلقوا تأثير المرض مختلف من شريحة لشريحة. أول حاجة الأطفال للأسف الشديد أنتوا براكم شايفين طبعا تعليمهم يتأثر الروتين حقهم يتغير حياتهم يتغيرت بيجوا عندهم حاجة كثيرة يعملوها مع قصة المرض دي وكثيرية التحدث عنه ويمكن بيشوفوا في أطفال موجودين في السوشيال ميديا بيتكلموا عن الكوفيد 19 ده حتى لو نحن ما دايرين نقحمهم في الحاجة اللي نحن بنعمل فيها ما قادرين نتفادى تواجد الأطفال داخل هذا الزخم وداخل هذا الحزن شايفين أن نحن الكبار كيف ممكن نكون متوترين كلنا خايفين شايفين حالات الفقد والموت والحاجة الكويسة يعني ممكن زول يحمد على ربنا في المرض ده إنه لا يهبش الصغار لأنه لو كان بيقتل الصغار بنفس المستوى اللي بيقتل بيه والناس الكبار كانت دي تكون كارثة بشرية وممكن كان يعني مآلاتها تكون أكبر من الحاجة اللي حاليا حاصلة الحمد لله إنه الصغار عندهم قدرة على التعاطي مع هذا المرض وما بيعمل لهم يعني ما بيقتلهم في أطفال طبعا ماتوا لكن ما بنفس المستوى بتاع موت الناس الأكبر عمرا وده خلانا على الأقل الناس بتقدر قادرة إنها تتعاطى مع المرض لأنه صعب إنك تسيطر على الطفل صعب إنك تلبسه الكمامة صعب إنك تغسل له يدينه كل الوقت صعب إنك توقفه على المسافات المترية والإحترازية والكلام اللي كلنا بنتكلم عنه لكن ده ما قدرنا عليه لما جينا نتكلم مع الأطفال دايركلي في الحاجات اللي عندها علاقة بمدارسهم وبقرايتهم وكده فالقصة بتاعت التعليم عن بعد لأنه الطفل عارف إنه هو يعني خاضر للتعليم عن بعد ده لسبب واحد إنك أنت خايف من إنه يعني المدارس هي خايفة طبعا والحكومات خايفة على الأطفال من إنها هي تمرض وإذا كان في بلدان هي ما عاملة أي نوع من المحاذير وخلت الأطفال يمشي المدارس خوف الأهل على الأطفال من إنهم يلقطوا العدوى ولا يلقطوا المرض ويجيبوا البيوت أو يعيهم نفسهم الأطفال حاسينه والأطفال شايفينه الحاصل جلوبالي ده يا جماعة حاصل لكل الناس ده خوف ينتظم كل الفئات العمرية في كل العالم ده ما موجود في السودان لوحده مثلا ده موجود في كل الدنيا الأطفال كلهم بيتكلموا عن الحاجة دي اختلاط الروتين اختلاط ساعات المدارس مع الصحيان مع النوم وجودهم في بيوتهم لفترات طويلة هم متعودين على المرقة بذات الأطفال المتعودين على روتين محدد إنه إجازة نهاية الأسبوع بيطلعوا بيأكلوا برا بيمشوا سينما بيلاقوا أصحابهم بيطلعوا يلعبوا في الشارع حتى مجرد اللعب في الشارع مع أقرانهم من الأطفال التانين لفترات محددة حاليا بقى ما فيش لأنه ما في طريقة إنك تعمل كده والدنيا كلها في حالة بتاع التوتر اختلال الحاجة دي ظهرت حالات كثيرة جدا جدا من السلوك العدائي عند الأطفال ويمكن في ناس كثيرين بيتكلموا عن وجود حالات من الشجار ما بين الأطفال في البيت حالات من عدم الطاعة حالات من الزهج الشديد من التانترم بتاع الأطفال من الغضب من الحزن من الـ الكآبة والطفل ممكن يكون قاعد في أوضته 24 ساعة من غير ما يكون عنده تواصل جيد مع محيطه ومع الناس الموجودين حوالينه وأزول ممكن يقول لك أنا بقعده في كرسيه عشان يحضر الأونلاين سيشنز اللي بيدوها للناس في المدارس دي ممكن الطفل يكون ما عنده رغبة إنه يحضر ولا يشارك وممكن يبكي وممكن ينوم وممكن ما يشتغل الواجب وممكن يعني في حاجات كثيرة ممكن تحصل من الطفل في الوقت داك ده من التأثير النفسي يا جماعة للشدة تغيير الروتين على الأطفال وبيخليهم هم ذاتهم الأطفال دي أصلاً ما مرايتنا نحن الكبار الأطفال نفسهم بيتأثروا بشعورنا نحن بالبانيك حقنا بحزننا نحن بخوفنا نحن بوجعنا نحن بعدم قدرتنا نحن على التصرف في ختام هذه الحلقة من برنامج صحتنا بنشكر ضيوفنا الأعزاء وهم الدكتور عبدالله الكنين والي ولاية الجزيرة والدكتور محجوب منوفلي مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم والدكتور بدر الدين أجبر وزير الصحة بولاية شمال كردفان والدكتورة تماضر محمد الحسن اختصاصي الأمراض النفسية في المملكة المتحدة وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وكل سنة وانتم طيبين.